المحادثات النووية المكثفة بين الغرب وإيران تتجه نحو النضوج بعد أن سجلت تطورات إيجابية في العديد من القضايا العالقة مؤخرا بين واشنطن وطهران. هذه البيئة الإيجابية للتهدئة أكدها مصدر للCNN. هذا المصدر هو مصدر دبلوماسي مطلع على المفاوضات بين الممثلين، ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كاني. المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وطهران تطرقت إذن إلى عدد من النقاط الرئيسية الشائكة، بما في ذلك مستويات تخصيب اليورانيوم والتعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. طهران من جانبها وعلى لسان كبير مفاوضيها كاني أكد في وقت سابق أنه عقد اجتماعا جادا وبناء بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك رفع العقوبات وهي الأولوية الرئيسية لبلاده. أما فيما يتعلق بالعلاقة بين واشنطن وطهران، فأيضا مسار المفاوضات غير المباشرة بين البلدين أدى إلى تطورات إيجابية في العديد من القضايا. وفي بادرة لبناء الثقة، وافقت واشنطن على إعفاء يسمح بتحويل 2.7 مليار دولار من العراق إلى البنوك الإيرانية، في خطوة وصفتها الخارجية الأمريكية بأنها تتفق مع المعاملات التي تمت على مدى عدة سنوات. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.